عزم من دبوحة على السمكيج. بالنسبة لي كنجمع ليه الجوقة باغي نهود نحل عليه الباب، هز الراس كان غادي بها صينة، قطع الراس من الجنوي، هز زهرة. الرأس ديال الأم بين هاد جوج ديال الكارطونات، هزوا رجل ديال الوقاية المدنية في اتجاه السيارة ديال المركز الوطني للطب الشعري. هزوني في بريتي، هزوني في بريتي، كيفاش هاد المو شدها ودبحها وهز لها الراس وداها يمرمد فيها تنزنقها ورماها في الزبالة؟ هذا حقد كبير، والو تكون ما عرفتها شنو دايرة. وقلت لها غيغدرك وهي ما تلقاتنيش، قلت لها غيغدر وها هو غدر. ولدك والده ومكبراه ومحمى بيه ومركباه ويقتلك. وفي هذه الأثناء كيتم البحث على الرأس ديال الأم، لقطة جد خطيرة وجد مؤثرة. الرأس ديال الأم موضوع هنا. لحظة ديال حمل الرأس ديال الأم ونقله الى سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي. ما يمكنناش نبينوا هذه اللقطة لانها لقطة جد خطيرة. نحاول ما امكن اننا نبقاو شيئا ما. في هذه الاثناء كيهزوا الملابس كيف كتشوفوا، وهو رأس داخل هذيك الكارطونة اللي هزها رجل ديال الوقاية المدنية. منظر جد مؤثر، منظر جد مؤلم، أن رأس ديال أم كيعجز اللسان عن وصف هذه اللقطة. كيف شفتوا معنا رجل ديال المركز الوطني للطب الشرعي، في هذه الأثناء كيف كتشوفوا العناصر الأمنية وعناصر الوقاية المدنية كيحملوا الرأس ديال الأم إلى سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي. منظر جد مؤثر بالفعل. حسبي الله ونعم الوكيل. في هذا الإرهابي، في هذا السفاح، هانتوما كيف كتشوفوا في هذه الأثناء الرأس ديال الأم بين هاد جوج ديال الكارطونات، هزوا رجل ديال الوقاية المدنية في اتجاه سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي.
زعما ما قام به هذا المجرم هذا السفاح كيعجز اللسان عن الوصف ديالو. جريمة بكل المقاييس، جريمة بكل الأركان، جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كنمشي عند شحال من مرة الناس في الكوميساريه كنمشي عند شحال من هضر مشيت عند شحال من جماعة شحال من عيال كيقول لي تشدوا لينا تشدوا لينا وانت معايا لهم بهم وانت معايا شي واحد شي ناس باش يشدوا معاك وكذا تشدوا الراس ويجيبوا لينا هاد الناس ما داروا معايا والو كنمشي عندهم كيبداو يسبوا فيا مشيتي عند كنقول لهم اخويا كنقول لهم اخويا كنقول لهم اخ عندي كانت عنده 10 سنين ديال الحبس 10 سنين فيا كبر من واحد والو 10 سنين ديال الحبس واخا واش مشيتي للسلطات مشيت عند ميراوتي شحال من عندهم تقول لي خويا راه كيهددنا خويا مشيت عندهم كاين كنقول لهم كنقول لهم شحال كاين شحال من عافيه مشيت عندك شحال من حاجه في الدار غير شحال العافيه مشيت عندك كيقول لك قول لك خليه خليه يهضر اه جيت لها يوميا في الاول كيدير الدواء شويه بخير اش كيستعمل اش باش يشرب الدواء مره مدام ما اش باش يشرب الدواء كنساعد ما ساعد ما ساعد ما اش باش يشرب الدواء اش باش يشرب السبيطار كيقول لي شنا غندوز عليهم كاملين شنا غندوز عليهم كيقول لهم امي طلعي نعسي معايا امي الفوق انا شاولي الكاميرا غير قول لي لا ولدي بلاصه ولكن امك ما عمرها تاقت مسكينه انه ولدها ولدها اختي هذاك ولدها باغا ولدها غتقول راه يذبحني ولدها غتقول اه انا الان حاجه واحده كنقول لك اختي انا الناس هادو بغيت نتابعهم هاد الناس زي علاسي ودير جماعه المقاطعه ديال بغيت نتابعهم بغيت نتابعهم اختي كنمشي عندهم عندي في الواد كنمشي عندهم كيعاونوا كيسدوا لي كيديروا لي جبت ثلاث الناس غادي صحاب الربع مقا يمكن سيم السلفيه جاو كيشكون هاد الناس قال لي لا هاد الناس هادو راه من جمعيه وهادو مساء وما هادوك الناس من الرباجيين علاش كيراقبوا في عبدالي خويا واش باقي مع صحاب السلفيه باقي مع فاهمين مسؤول متقدم قال لي لا هادو الناس هادي خلط لي شي فشي جيني شحال من حاجه عمو ما دخلش قال لك الجريمه ما يحي معايا امي في التروازيام تعشي لك شي قسم الله شي قسم الله تعشينا قلت لها امي شحال منك مستعدك الى حشمت الله قلت لها امي رايحي رايحي باتي معنا المهم رايحي باتي معنا نتفرجوا بالليله رايحي باتي معنا قلت له ودي ما قلتش نخزق فلاشي بحال ما هكا هزيت مع واحد اللعيبه تهبطتو مع الدار واحد كرات عينات واحد اللعيبه تهبطتو مع الدار وقع جوا كيدور في الدار وما فاهم هو فاش لي هادشي مع 12 ونص الوحده هو تلقى جوا كيدور في الدار الواد مسكينه كتضحك بحالو قلت له واد صبحي على خير قلت يا سي ولدي تم الو واحد الكلمه قالت يا سي الله يعاونك ولدي الله يسهلك عيطك شي بالك مع الصباح سي الله يسهلك طلع حفظك امي تصبحي على خير هذيك كانت عاد تمشي طلع شخصي تجي عندي السيده كتدق عليا قالت لي راه اخوك قد بحمو الدار وانا اختي كنقول انا هاد الناس هادو اختي هاد خواتي تلقاو الكامل انت لقيتي امي مسكين ديك الحاله اه لقيت امي مذبوحه راسها ما كاينش وعلى النكته وما وعلى ما عشتش امي امي اللي شديعة تسع شهور في كرشة وعامين في دارها وانا يذبحها لا ما لقيتوش عاد بن بحلول ما دخلت البيت ولا بنيت البيان ما لقيتش راها سي اختي ما لقيتش راها سي اختي ما لقيتش راها سي اختي 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 صغر مني انا كبر مني واش طرا ليا حنا ما فروسنا ما نعاودو عاد كتمشي عندنا الواليد انا ساكن عاهنا في المشروع الفوق ملي كتمشي عند الواليد عاد كنشوفها ودابا حاليا الواليد يسول عليها اربعه الخطات خمسه في النهار الا ما مشات فين النعيمه ما النعيمه ما جاتش فين النعيمه ما النعيمه ما جاتش هي اللي داير رجاها فيه وفي الله ديناه وشوينا معاه ايمان وبقينا نحزروا فيه 14 ولا 5 شهور تديناه برك 20 في السبيطار يظل يتخبط ويظل يخبط في جنابه امه مسكينه حنت فيه قالت لك لا ما نخليش ولدي يموت هنا وخرجات وجابته هي نيت مسكينه اللي هي راه البار عادت عشات مع ولادها يعاود لينا ولدها الكبير البار هذا تعشى معاه غتكون عندها 45 تقريبا مشى ولدها الكبير الكبر منه واحد النهار وما شدوش ليه السوق جراو عليه قالوا لي سي بحالك عطينا التيسع وراه دايرو كاع في الفيديو نبغي ليه على ما
على ما دار الحلال هذيك الدرويشه وهي مسكينه كتجففها في الدروج، نبغي لها الاعدام. حشومة من العيب والعار. إلا حنا ساكنين حنا في جامعة وكنتميو لواحد الجامعة وما غاديش يخدموا معانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بغينا حتى شي حاجة، إكراموا الميت دفنوه وماشي حتى شي موتة اللي عادية. راكم شفتوا راه المغرب كله شاف هاد الحالة هذه، حشومة عيب وعار. حنا من الصباح حنا كنشوفوا السيد القائد من الصباح هو كيغوت على الأمبيلونس، حتى واحد ما بغى. ماشي خدمته، خدمة ناس منتخبين ديال الجامعة، فينا هما؟ ما كاينش اللي باغي يدير خدمته، عيب وحشومة وعار. هذيك الساعة اللي قتل مو شنو كان لابس؟ لا ما حتهرب ليا يجري، هز الراس وكيجري. لا لا تخلات ما كفاش يشوفه هو كيلبس كحل، ديما ديما لابس كحل، وديما كنقول له غيدبحك. اش كيلبس القناضر؟ لا كيلبس شي حاجه بحال ديال القتال، شتي دوك اللي كيبانو في الافلام شويه طويله، كيلبس داكشي ديال القتيل. انا نقول له حاله زعما كيفاش هذوك اللي كيبانو بحال شي بلوزه زعما هابطه حتى لهنا ياك. وعاد يلبس معاها السروال. يلبس معاها السروال وبعقله، ما زعما مالي حتى شي حاجه، وكيبان كيكمي في الدروج وكنوضو. كيقول لك مسطي؟ ما نقول لك والله ما مسطي على الهضره اللي كيقول لي في الدروج. ياك اش كيقول لك؟ كيقول لي يا امي ما عرفتيش. كنقول لي ما كتعير امك، احترم امك، هي اللي كتصيفطني عنده. انا كنكون في الخدمه كنعطيه 100,000 فرانه كيشري بها الكارو كيكمي. كنقول لي وليدي انا ما كنتخاصمش مع الناس، كنمشي بالحيله. كي وليدي امك اش دارت لك؟ بعد منها قال لي شتي امي ما عرفتيش شنو في راسها، هذيك مازال نقتلها. انا كنسمعو كيضحك، جيت قلتها ليها، قلت لها حدي منو اللي قتلك؟ ولا كانت شي حاجه عيطي مرت نعيم رانا نهود. انا ديما كنهود بوحدي مسكينه. هادشي قبل ما تدخلوا المره الاخرى للسبيطار؟ قايلها لي لا قبل ما يدخل السبيطار قال لي هاد الكلمه. علاه قلتيها ليهم؟ شات خرجتهم من السبيطار؟ خرجت وجات. ومالها مسكينه؟ مسكينه قالت لي الكبده. ومن مشيت عند البوليس ديك راه ريت بيه، قالت لي ما يدوش لي ولدي فاطمه غنتسطى. قلت لها انا ما غاداش نخرج لك على ولدك. اذا الهضره اللي كيقولوا العائله ديالها طبقها. لا الهضره اللي كيقولوا لا حق السلطات ما جاتش داتو، حق مشينا للبوليس الناس جاو داو هي تخرج. انا نقول لك اش قالت لي؟ قلت لها علاش جيتي؟ قالت لي قالوا لي البوليس لا بغيتي ما عطيتش من بلاصه كينعسوا فيها مسطين. قالت لي قالوا لي خلصي عليه، وانا فاطمه اختي ما عنديش هي بصح ما عندهاش. ولكن هو فين كان ناعس مشات خرجاتو؟ نعساتو بالفلوس وخرجاتو، هادشي اللي قالت لي. قال لها خرج خليها خرجيني. قالوا لها خرجيه هو قالوا لها خرجي. هادشي انا قال لي اخوها انها قالت لك مسكين بغيت يدوز بعيا رمضان. لا 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 قالوا لها خرجي، وقالت لي اختي فاطمه ما عنديش باش نخلص عليه في السبيطار. قالوا لي خلصي عليه. قالت لي هو اصلا مريض بحكا. كان كيضربها؟ كيضربها اختي بعض المرات، كنسمعها كتغوت وتجار معاه. ومسكينه صابره لي وما كتقولش راه ضربني، انا كنعرفو ضربها. هادي ما يهز الموس ودي ما يهز المضاو، وخوتو كيتحاربوا مع جوج، وانا كنقول لهم حلوا لي الباب. واحد الدري كبير ما كيبغيش يحل لي بحال كيسمعني كنتشعجب. انا ماشي كنتشاجب، كنبغي نعتق الخربه. يعني كنحبوك على غتشفاي. الله يرضي عليك. انا كنقول لهم لا، كنقول لهم حلوا لي الباب خليني ندافع على الصقره غيذبحوا وما كاين معاه ما نلقى. انا بقيت غير مع بوحدي. انا نقول شي عارفه غيقتلها شي نهار، عارفه غيقتلها، عارفه غيقتل لي ولاد. ديما ولادي كيطلعوا في التليفون كيخسروا 10 دراهم، كيعيطوا بنتي هم والناس كلهم يقولوها كتلعب في الزنقه كتعيط في دواء. كنقول لها لي جور الدريه الصغيره كيحل الباب ويبرك يتقابل معانا، اللي جاي طالع يعرفوا شكون. يعني انتوا عايشين في الرعب مع هذا السيد؟ قالت لي ما صيفطيش لي ولدي للحبس. قالت لي ما تغدرينيش. قلت لها ما نغدركش صافي. هو واعر اختي كيبرك في الدروج ما كيدوي حتى مع شي واحد، واخا دوزي على حجره ملي كيشوف شي مراه جايه كيتحاس هكا ويبرك يكمل. كنخليه انا ملي يكون جاي طالع يقول لي اختي فاطمه بغيت شي حاجه كنعطيها ليه. جايبه خبيز ولا شي حاجه ولا بغاها كياخذوا ما بغاش. كيحبسوا؟ دوز 10 سنين مع الارهاب.
وكتقول راه ما داير والو امو الله يرحمها. ايوا من يخرج من عاد الارهاب وجا كيمشي للجامع يلاه جابوه اول مره قال لي راجلي هاد الدري راه مريض. كي جينا نقولوا ليه على سلامتك وفرحنا كيمشي للجامع يجري وكيدير الطربوش كيوصل بحال ما كانش يصلي. انا غنعاود لكم قضيته حتى انا شفت كل شيء بعيني. ملي كيتمشي كيحيط ها انت كيفوت الجامع كيكون داير الطاقيه. ملي كيبلغ الباب انا قلت لك سياسيه كيحيط الطربوش زعما راه كتجي الجامع وخشي هنا. كنعرفو ما كيصلي ما والو هذاك الدار بحال شتيه بعينك انت والله ما انت عرفتي شنو راه غيغدر ميمتو. وقلت لها غيغدرك وهي ما طيقاتنيش. قلت لها غيغدرك وها هو غدر. امتى اخر مره شفتيها؟ مسكينه ما شفتهاش انا يا مس ام النامس. يوميا كندق عليها نشوفها عاد كنمشي للخدمه كنقول لها بغيت نشوفها واش هي باقا حيه. كنقول لها يلاه معايا من بعدا كاين بلعاني الميناج. ولدها الكبير كيهود من الفوق يقول لها مالك كتعيط كتقول لي دخل سوق راسك خليني بيني وبين جارتي. كنقول لك انت تزوجتي بعد مني جارتي عزيزه عليا. قول لها نعيمه نعيمه غادة. قالت لي يلاه انا وياك نبقاو غادي نتحاتوا انا نمشي للعياده وهي تمشي تاخذي انت. هذيك السيده مسكينه هذيك السيده ما دايره والو وضيعها في وليداتها وضيع عليها حياتها مسكينه كانت باغاها تعيش. كتقول لي راه ما غادي معايا والو اختي راني عايشه معاهم تنموت. قالت لي وارو كدي. قلت لها طفي عليا الضب باش نمشي على الطبيب نخدم وانا نسمع وانا نسمع المراه كدير ايه 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 كتدفع لي فيه هو كيسد لها فمها وانا نقول لبنتي مسكينه كتبات معاه في نفس البارتمون. في نفس البارتمون مسكينه البيت ما ساداش ما دخلت حتى لعندها. او بنتي شوفي شو شحال من واحد شدني على هذه باش ما نهوتش. شدتني بنتي قالت لي راه مع ولدها وراه غيضربك. قلت لها انا واخا اللي شدني ما كنخافش خاصني نعتق. قلت لها جيه حيدوا القتاله حيدوا غنهوض المراه. قالت لي فيها المسلمين. قلت لها المسلمين فيكم حيدي خنشوف جارتي. هوض دقيت هوض في سناحي عرفها عرفها الغدار غدرها. دقيت ما بغاش يحل ليا تلفت هزه الجنويه ملي ما حلش ليا لحتى طلعت نجري عاد ولدها. قلت لي القتاله بغيت نهدو هوض عاوني راه الساروت حل على امك ندخلوا عليها راه سيقتل فيها راه ما تكلمتش. ما سمعوش هما الغوات سمعتي غير انت؟ سمعتو غير بوحدي. هي كدير ايه ايه هو كيدفع لها هي وياها مسكينه. هي وياها لا اله الا الله. مني اختي عيطت على ولدها تعطل عليا في الساروت بدا كيدير ليا ها يتفتف. قلت لي ما نفعتيني بوالو والله ياخذ فيك الحق بحق وانا عيم على راجلي. راجلي هود حفيان مني سمعني كنجمع ليه الجوقه باغي نهود نحل عليه الباب. هز الراس كان غادي بها صينه قطع الراس في الجنوي هزوه راه صافي هادشي هو الشوفان ديالي. شكون اللي حل لك الباب باش دخلت؟ حلوه خلاه محلول. ايه انا مشيت نجيب الساروت وخلي الباب محلول وهرب ما نكذبش علاش انا دخلت وعن نكته اللي طلعتي انت هو حل خفتو يغدرني واخا هكاك زعمت خفتو يغدرني من الوسط. شفتي شي موس كنهزو شفتي شي حاجه شفتي شي خليه شفتي لا شفتو هو غادي يدير في الدروج يجري بعيني ما شفتو تبعيه ما حيت ما حيت نتبعو ما حيت ندخل للاخر نعتقها سمعتو ما حيتش راسها حديرو بزيف ما شفتش ملي دخلت غادي نعتقها عن نكته بلا كنازه وانا نرجع نحطها في بلاصتها وغطيتها صافي هادشي هو اللي كاين. الله يرضى عليك. حسيتي ديك اللحظه قدرتي انك تعنقي عنقتها جاتك انا كنموت على بنادم اللي معايا بالنيه ما نموت عليه. انا نشوفك كيعاود تلاي فيا لا كتبقى فيا. كانت عزيزه عليك. كانت في الدوز لي تحضي لي وليداتي وجات عندي قالت لي بغيت هاد الصندله حطيتها برجلي وعطيتها لها. قلت لها بغيتيها؟ قالت لي بغيتها. قلت لها خذي اختي معاك. واش درتي ديك الساعه تبعتوه؟ مشيت نقلب على الراس عيطت على جيراني حتى واحد ما بغى يهود حتى واحد ما بغى يعتقني. مشيت على واحد الجار كاين فيه الداعي تا هو معايا. قلت ليه المسخوط راه ذبح امو هود لا تخافش واخا مخاصمه معاك انا الموت ما فيهاش خصام هود عتقني. هودت انا وجاري مسكين الله يرضي عليه نوضنا الطوموبيل باش نمشي نجيب لها بناتها خفتهم يديوهم ويدوها بلا راس. مشيت باغا نمشي لديور مراكش قلت لي عوصلني راه بحال عاقل عليك. انت قلبتي على الراس ولا ما قلبتيش؟ قلبت خيتيه لا ما طلعت الدم ومني جاو البوليس خلطوا عليا قلت لهم تبعوا انتم الدم انا غنرجع ليكم باقي مكمد هنا. خفتو يرجع ليا لبنتي خذ يرجع الراجل الراجل واخا هكاك ما عرفش يدافع على راسه ما كنعرف. رجعت انا هو الراجل في هذاك المحل الا ما كنتش انا ما كاين لا ضو ولا ما لا والو انا نقولها لك. خفت على راجلي اللي عاود يذبحو وخفت على بنتي قلت لي عاود انا نمشي نقلب على الراس وهو يرجع ليهم. كنقول ما نسالك بعدا خدمتي عقلك في ديك اللحظه راه شكون سديت على بنتي صورت دورت الساروت والراجل قلت لي بالك معاك اللي يكون ورا الباب ولا شي حاجه شفتو تهبط ومشيت للجرده وتحت الطوموبيلات وما خليت حتى شي بلاصه. كيقول لي تصديتي كنقول لهم ما مصطياش بغيت نجيب لها راسها يدوا البوليس. شاف داك الشيء راه حماق. لا ما حماقيتش ما نكذبش تبت
كنقول ولدها كون معايا راجل تنجمعوا هادشي الدفن مجموعه. هبط عتق المراه، بجنن هبط لقيت اخويا ما كاينش هو، بقيت تابع على طراس حتى على برا. تابع على طراس ديال الدم؟ ديال الدم والله ما تسرقاش يا خويا الطعام والغدر اخويا والله ما تسرقت لي داك الشيء. انت والله تشوف تقول هذا ما يدير والو. ما يحمش الناس، ما يحمش العيالات، ما يحمش حتى شي واحد، كيحمل على روحو. دابا تشوف شي مرة دا طالع ويكون في الدروج يطلع يا خويا. تطلع المرا ويحمل روحها. هاد السيدة اللي قتلها ولدها الله ياخذ فيه الحق. واحد السيدة من أطيب خلق الله، مرة درويشة على قد حالها، مضاربة مع الزمن، دوز 10 سنين دوز معاها الحرب، الحرب اللي دوزت معاه باش كتعطيه ما ياكل، كتمشي مسكينة تبع الحريرة دير المسمن، ما خلات ما دارت باش كتدي ليه هو في الحبس، ولكن بالآخر هو جزاءها. واش هذا هو الجزاء ديال الوالدين؟ حتى حنا عندنا ولادنا وعندي دري مريض وليت مهدة، وليت خايفة حتى أنا وقع لي نفس المشكل، ولا ولدي ما وصلش لك الحالة الحمد لله. كنعرف حق المعرفة صديقة ديالي كنتلاقى معاها بحال اللي تلاقيت مع أختي، وكتشكى عليا منه كتقول لك تتكرفص عليا وتضربني وهادي وهادي. كنعرفها أنا سنين، أنا ما عرفتهاش في قال شي 10 سنين باش كنعرفها، كدير حدايا داك القويطين ديالها كتبيع وتشري فيه. كتبيع وتشري فيه. أنا دايرة الفراشة حداها زعما أصدقاء، وهي عندها ظروفها خاصة وانا عندي ظروف، كتدير القفة للحبس وعندها وليدات اخرين عياو، تتقول لي وليدي تعاوني معايا، ما يمكنش نخلي خوك ضيع في الحبس، يعجبك ما تديش ليه ما ياكل، يعجبك ما نخليه عريان وحفيان. ولكن انا ملي سمعت ودار ديك الفعلة صدمني من البارح بالصباح وانا مصدومة. كتصور ما تناكلش بديك الخلعة، ما نعسش البارح ما نعس، البارح في الليل عندكم البارح؟ في الليل كنسمع الحيحة مايضة، من نط انا بديت تسكن غير واحد المكازا ما قدرتش نحل، حليت طليت سمعت عرفت اشنو كيجري، ولكن عليه سوق ربي العالمين ديال البشر. يعني الدراري وليت انا خايفه يشوف الباب ولا الضو يقصدني يدخل عليا، ما عنديش كي غندير. عندي والام ديالو عندي دري واحد معايا مريض مرض عقلي، ما نقدرش نخليه يخرج ولا يشوف الباب محلول ولا شي حاجه. المهم ديك السيده ما تستاهلش ديك العقوبه. يعني الصراحه من اطيب خلق الله، ما تستاهلش ديك الموت المشوه، والله يوليها برحمته. والله يغفر ذنوبها. الله يغفر لينا وليها جميعا، الله يجعل ربي هو يسكنها فسيح الجنه. زعما مرا من اطيب خلق الله، ولكن ديك الفضيحه اللي شنا دار ليها ولدها ماشي ديال الله. واختي تيقولوا تيقولوا هو كان في السجن خرج بخير وعلى خير، هو الارهاب مسموه سموه، كيقول لك لا علاش خويا داير كيتفودني ما كيديرش القران، كينوض الدار مع خوتو كتجي هي كتحامي منهم، علاش خويا داير هذيك كتحامي منهم. الى هو اختي حقد عليهم على حسب داك خوته وداك الكلام ديال حق يدير القران ويدير هادي ويدير هادي، والعلم لله ما عنديش مدخل معاهم في الدار. الاسلام ما كيقولش نعذب والدينا الا وكيما كانوا خايبين ما مزيانينش، اجمع رحيلك وسير بحالك. الوالدين الوالدين شحال صوره في الوالدين، شحال من حاجه قارين عليها في الوالدين، الوالدين شي حاجه مقدسه. عايشه بداك الخير، انا باش تشوف عايشه فيه الليل كامل وانا بديك الرعب، كيفاش هاد امو كيفاش هاد امو شدها وذبحها وهز لها الراس وداها يمرمد فيها تالزنقه ورماها في الزباله، هذا حقد كبير. وانا وتكون ما عرفتش شنو دايره، ما ديرش ما ديرش امك هاد المصيبه هادي. امراه قلت لك من اطيب خلق الله، والله العظيم انا تنعرفها جد المعرفه، ماشي زعما نقول لك انا عارفها مسكينه اللي جبت عا خويزه للسوق تتقسمها معك، جبت عربيه تقسمها معك، عكس زدتي تقول لك هكا هكا فلان هكا اختي فلان، شربي هذا الكويس شربي حيدي به العطش، درني العطش نوض ناخذ الماء، اري لي انا عيمه اختي الماء ناخذ الماء. واختي واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يصور. Thank you.
الله يرحمه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. بعض اللحظات من هاد الناس محتاجين أن المنتخب.
انا حارس ليلي. حنا سمعنا بهذه الجريمه ديال هذا السيد اللي كان في الارهاب مدوز واحد 10 سنوات. النهار اللي خرج من السجن خرج بحال اللي مختل عقليا. الدري تيدور على الطوار وتيشرب الماء ديال هذاك الزبل ديالو وتيهز الميكات تيخويهم على راسو. حنا استغربنا في هذاك الدري. تاثر اليوم تتفاجئنا بواحد الفاجعه كبيره ديال انه ذبح الام ديالو. واحد الام ما تتستاهلش هذيك الذبحه. ذبحها وحنا من الصباح حنا تنجريو مع البوليس. المواطنين كلشي تيجريو منا في حي سلام تيجريو مع البوليس. حتى لدابا في هاد الساعه ديال الوحده تاعت الليل. الوحده تاعت الليل نوضوا الدراري من حي الباستور في المكان اللي تعود تيمشي ليه. وحنا جرينا تما وما لقيناش. جا كامل عام رغيس. تم جايين الدراري جارين والدرب اللي تيدوزوا ليه تاهل قاتل مو اللي قاتل مو دازوا من حدايا. خرجنا ليه تبعوه الكلاب وتبعوه الدراري. وكان معنا واحد الاخ في البوليس تابعينه تا هما بالطوموبيل. هي ديك حاصروه الدراري هنايا وتخشات تحت الطوموبيله. الساعه اللي ضربوا عليه الضو خرج وشديناه وعطيناه للبوليس. ودابا راه تحت العداله وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحد الباس. كنت متكي في داري واحد اللحظه كنسمع الغوت الهراج. طليت من الشرشم شكل لقى هاد السيد هذا اللي قام بهاد الجريمه اللي اش غنقول لك. يعني الناس كاع كاع السائكين ديال هاد البلاصه تاثروا بها والناس كاينين اللي باقي ما نعساش ديورها وكاين الناس اللي ركبوا الرعب ولاو مخلوعين ولاو واحد الحاجه اللي بزاف. المهم الحاجه الوحيده اللي وقع دابا الدراري كاش كنطلعوا من الشرج ما عندناش كيبان ليا الدراري شدوه هنا في هذه البلاصه هذه طاح لهم هنا في هذه البلاصه هذه. واللي شدوه كان معهم في واحد الوقيته جا واحد الضابط معاهم هو اللي قام بالايقاف ديالو. المواطنين كانوا مع المواطنين ولاد الشعب. لكن اهم حاجه تحيه كنوجهها لولاد الشعب والناس ديال المشروع وكاع الدراري ديال هذه المنطقه هذه كنوجه لهم التحيه بصراحة بزاف والله. وقعوا مع الدراري ولكن الدراري كانوا واخدين منه الحذر. علاش؟ حيت كان على ما كيقولوا هاز معاه شي حاجة في يده مسلح. الدراري كان ديروا الحذر منه ولكن مع ذلك الدراري خاطروا بالأرواح ديالهم بالنفسية ديالهم وواجهوه. وهنا فين ودرنا احنا ودرنا على راسنا وعينينا. ولكن هاد الجريمه اللي قام بها راه ماشي حنا كان. الله يسمح لي والله يغفر لي والله يرحم امي يمشوا في هاد النهار ديال اليوم والله يدير الشاوي لهاد الامه كامله في هاد البلاد هادي. المره الاولى وقفت انا وياه فاس فاس وجه في الوجه. وقفت انا وياه هو جبد جنويه فهمتي. ما جبد جنويه انا ما هز والو في يدي فهمتيني. جبد انا جنويه انا واحد رجل امن وقفت انا وياه فهمتيني. وقفنا حنا بثلاثه مواجهين معاه. من تواجهنا معاه بثلاثه صراحه جزك جنويه وقصدنا حنا قصدنا بقى هو يهرب. شفنا تحت واحد الطوموبيل بقينا كنقلبوا عليه شويه اختفى شي خمسه ديال الدقائق ولا سته ديال الدقائق. دابا ما نضرش انا من جهه اخرى انا هو ذاك رجل الامن وبان واحد 50 ديال البشر تابع موراه كلشي وقف. توعد ما قدي وصل عنده فهمتي. الجنويه توعد ما قدي وصل عنده فهمتي. من انا وصلت عنده بحال هكا قلت ليه وقف. قال لي سير سميه هو عرفني. قال لي سير ولد حكيم مع الملقب ديالي ولد حكيم. هو كيعرفك حتى هو كيعرفني. كيعرفني الملقب بحال هكا هو يشير بك جنويه يجي لي هنا في اليد. جاتك في يدك؟ جات لي في يدي مشيت ليه في يد ديالي وانا نهزو ضربتو مع الارض. ضربتو مع الارض طحت فوقه. خرج من جهه الباستور هي فين اتصلنا بالامن. تعرفنا عليه حيت وقف عندنا بجنوي ديالو هو اصدقائي ديالي. خرجي كنتبردوا شويه توقف عندنا والمرشح ديالنا هو اللي مشى ضرب عليه الضو في الباستور باش خرج. خرج عندنا بجنويته. ملي دخلنا وسط الاقامات اتصلنا بالامن. دخلوا الامن ودخلوا المواطنين. خارجين حدا الدار وسط الشانطي كنتبردوا شويه تمايا انا وهاد السيد سعيد والدري خويا. جا خويا هو خارج من الخلا من الفوق من اللي خارج حنا كنا كنهضروا عليه اصلا. هو يقول لنا ديك اللعبه ديال الدري يدوه هنا الله بحال اللي بيجبد جنويه. قال لنا واش هانيه؟ قال لي هانيه. ويدير فينا هذا فينا ويمشي.
اللي مشى انا ما شفت لا هي داكشي عرفت راه هوايا وانا نعيط للسيد الشرطاوي صاحبي كان كيضرب الطوموبيل هو كيقلب عليه وواحد صاحب اخر قلت لهم جيو جيو راه وقيلا هو وقيلا هو شويه وانا نعيط للبوليسي اللي شدوا دابا قلت لي الو قلت لي جي راه داك السيد راه 100% هو قال لي جيب الزربه بقيت نور الشرقاوي كندورو كنقلبوا عليه بالطوموبيل نقلبوا عليه تلف لينا جينا حدا دار مشاني قلبنا عليه الدنيا وراني داك البوليسي التصويره ديالو عرفته هو كي هو هذا جو البوليس سبعونا دور منا دور من لي كلهم من دار صافي هما يشدوا لينا هذا الحيط ديال الصيف انا راه مريح انا وهذا الشخص في الدار قبل ما نريح انا بنهار كيبان لي الولايه الامن حنا ولاد المنطقه عارفين بحال هذا النوع فين غيمشي شطاوي مريح معايا شويه قال لي خويا قال لي ما دانيش النعاس غنخرجوا نضربوا شي دويره ربما نتصاطحوا مع هذا السيد هذا المجرم هذا انا شاطرت وريت لي مرحبا زيد خرجت انا وياه طلعنا لواحد البلاصه كيقولها باستور هذيك هي رنب مني ناضت تماك هادشي كامل ناض من الباستور طروبيل طلعات الضو السيد بحال تسخوش ها تمينا جايين كنلقى هاد السيد هو وخوه وهداك الدري مول الاحمر مالكاش كديروا دابا باديرش كد قلنا ليه شوفوا حنا كنعاونوا في الامن باغين هاد المجرم اللي قاتل مو سوتشي اقرب وقت ربما يقدر يدير شي كارثه اخرى لا اكيد وكان بقى غادي يدير شي حاجه ما كاينش المزاح انتم شديتوه بالسلاح ديالو هاد السيد هذا قال لنا المهم انتم سيروا انا راه غنبقى غنبقى بارك شويه انا وخويا والدري مشينا حنا درنا واحد الدويره شويه تا كنتفاجئوا الو فلان شرقاوي السيد اللي كتقلبوا عليه راه بحال داز علينا راه تنوينا فيه راه هو قلنا ليه واش عدوا اللحيه واش دري رقيق حيت حنا كنعرفوا هو الدرب فعلا هذيك الاوصاف اللي عطاونا هي هذيك غوت على واحد رجل الامن الو كذا سي فلان كذا فين كاين انت قال لي انا جاي حنا باقي ما عرفناش اش من بلاصه خرج مشى من هنا تبعناه ما لقيناش عاود درنا دوره اخرى ما لقيناش رجعنا على الدراري منين ما منين طلعنا في الطوموبيل طلعنا بالطوموبيل تلاقينا مع واحد الدري اخر هزيناه حتى هو معنا جا السيد ديال رجل الامن راكب الطوموبيل ديالو ركبنا عززنا بواحد الشخص اخر طلعنا جينا لقينا الولايه هنا فين ما فين تعطلنا واحد شويه مع الدراري ديال الامن كينسقوا مع بعضياتهم ما يمكنش يمشي واحد بلا لورد ديال المعلم ديالو بطبيعه الحال حنا جينا معنا مع الولايه غاديين كنسمعوا في الغوت كنتفاجئوا بالغوت في واحد المنطقه ديال سلام واحد بلوكستا القديم حدا راسيفام الغوت ها هو هنايا واقيلا شدوه واقيلا شدوه واقيلا شدوه ملي مشينا كنتفاجئوا لقينا داك الدري ود حكيمه مع داك رجل الامن البارح السيد جاي الدراري ديال الدرب جايين عليه من تحت هرب ليهم دخل مع الزنقه مابقاوش عرفوا فين مشى هرب ليهم هو تقريبا باش نقول لك شي الوحده ونص معاش خرج هو هنا الباح مع الزهنا هنايا تقريبا شي الوحده الوحده شي الوحده الوحده بدا الصداع ديال ملي جا بدا داك الصداع ديالو تقريبا ما شدو حتى شي جوج خويا جا هارب هو دابا جا هارب الدراري جاو هنايا بداو كيغوتوا على عباد الله كيقول لهم قلبوا السطوحه ديالكم ملي ما لقاوش هنايا ما عرفوش فين واش طلع لشي موبيل واش لا واحد السيد من هنا العساس والدراري ديال الدرب شي واحد سينا عليه سينا كيقلب تحت الطوموبيلات سينا تحت الطوموبيله ديالي ويبان ليه غوت على الدراري هز الجنويه ديالو باقي بالجنويه ديالو باقي بالجنويه باقي بالجنويه ديالو هو حيت هنايا ولد المصرى هو دابا جاي موالف كيجي هنايا دابا ملي جا هارب هو جاي من هو كيعاودو جاي من كان في لافيراي ملي جا هنايا شافوه الدراري تبعوه بقى كيدور هنايا تحاصروا الدراري وما يشدوا الاغلبيه ولاد الدرب ما كانوا معهم رجال الامن ولا الاغلبيه الدراري ولاد الدرب هما اللي
الدرب هما اللي شدوه. الاغلبيه ولا الدرب هما اللي شدوه. شكل عليك. وما نعسناش اخويا البارح، راه نقول لك ما نعسناش. راه ما نعسناش، راه الليل كامل وحنا فايقين. الليل كامل. الليل كامل راه تقريبا راه تل. طوموبيلتك هو. ايوا اخو راه بان خاصو فين يتخزن، وعاونو تا الضو ما كاينش. هذا المشروع هذا اللي عاونو تا هو تا الضو ما كاينش، الضو قليل بزاف. الاناره. كل الاناره والو معدومه. بحال تقول ما محسوبينش حنا على الجماعه ديال انس، ما كاينش الضوء قليل بزاف. لا لا ما كيبانش. واش كون كان بعقله ما غاديش يشد مو يحيد لها الراس ديالو، غادي يهرب بالراس ديال مورا، ما غاديش يكون بعقله. يعني تفاجات وانتوما معاش تقريبا زعما. قلت لك اخويا البارح تقريبا شي الوحده، الوحده الوحده ونص. الوحده مع الزعما. الوحده الوحده ونص ديالي. شتي هز الجنويه وبقى كيجري على بنادم. ملي خرج الدري جاو عنده ويشير على واحد بجنويه. سير على واحد هرب. يعني خلعوا بجنويه. ايوا راه كون كل البارح ما تشدش، راه كون راه زاد قتل شي وحده. يعني بقيتو مخلوعين البارح بتو. بتنا مبرزضين، واحد من اللي الدراري كيغوتوا كيقولوا الناس قلبوا السطوحه ديالكم، قلبوا هذا. يعني ولتو خايفين يطلع لكم يدخل لكم للديور. راه كون دخل شي دار راه كون راه دار شي منتفه اخر. كون عاود دخلت انا شي دار اخرى راه كون راه مصيبه اخرى تاع. اخويا من هنا دخل من هنا. منين؟ الطوموبيل هنايا واقفه هنايا، دخل من تحت. من تحت الطوموبيل واحد السويله. السويله ديالو. انا السويله. كمل العشاء تما واقيلا. صافي ملي سينا فيه الدريب بالبيل ديال التليفون هو يخرج. دابا تسمع التقرقيب ديالو، راك عارف الطوموبيل راه ماشي ما كاينش اتساع بزاف فين غادي يتخزن لتحت. ما غاديش يطول. هنايا دخل لتحت. واش غادي نقول لها اخويا؟ نقول لها الله يعفو عليها. المراه كانت مزيانه، الله يعمرها، دار وجارتنا حبيبتنا، وما نسبوش غادي يدير لها هذه الحاله. ونادت جارتها اللي ساكنه معاها كتعيط، عريك مصطفى عريك مصطفى، ولدي كان غايب للبلاد ما خرجناش شويه، خرجت راه قتل امو. ملي دابا خرجنا وجاو الناس صنا الدم قاطر لينا قدام الدار، داز من قدام الدار خلى الشارع الهين، وجا درك بالطوموبيلات والدراس لاحو حدا طريق العساس. وما نقولش لك تلفنا ومرضنا بنتي، خصوصا شي ام غتعرفي شنو علاقه الام بالولد. بالولد. ولدك ولدك يغدرك. ولدك يغدرك. ما يهزك ولدك غير العينه شنو كيوقع لك. ولدك والده ومكبراه ومحمى بيه ومركباه ويقتلك، هذا الشيء ما دابا دابا انت كأم الا رفع عليك ولدك غير صوته. صوته ما كتبغيش. ما كتبغيش. ما تبغيش. ومرضنا ما نقولش لك، مرضنا بنتي وتلفنا. انا نط كنضرب هاد الدفه هاد الدفه ما تليتش عرفت فين نخرج. لا اله الا الله. ام اللي نط كاع شت الدم مرضت، دقزوا لي من قدام الدار وتدرك بالطوموبيلات والدار راس لاحو. قلنا هذا راه بعقله، كون كان مسطي يدوز في الشارع كاع يشوفوه. كون راه بقى بارك حداها. ولا يبقى بارك حداها. ولكن الحمد لله ما عندنا ما ندير. لا اله الا الله. دابا تشد الحمد لله، مني تشد ارتاحيتو شويه. ارتاحينا شويه. حنا ارتاحينا، ولكن هاد المهم ما بقاش فينا مسكينه. انا ما ظنيناش ولدها يدير لها هكا. انا من الام كتعاني مع الوليدات، راه الام هي العرش ديال الدار. يعني ولدك 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 راه ما غاداش تضمني فيه مسكين فحال هكايا. يلاه يرحمه هو الله يهديه. كان مريض الله يشافيه. كان ما مريضش الله يهديه. شنو العقوبه اللي تبغيوها نتوما بحال هاد السفاح هذا؟ انا كأم انا ما بغيتش الولد يدير الام هكاك. دابا دار اللي عطى الله عطاه، شنو العقوبه اللي يستحقها؟ واش غادي نقول لك؟ الله يفرج علينا وعليه. هادشي اللي نقول لك انا كأم. لان انا ام وعندي وليدات. يعني بحال بغيتي تقولي لينا. ما بغيتش يدير لي هكا، وما نبغيش شي دري اخر يدير المهم هكا. يعني بحال بغيتي تقول لنا هاد الام ربما لا سولوها وهي في المامات غتسمح لي. ربما مسكينه تقدر لها، ما الكبده هذه. وراه كان مسكين 36 ومشات جابته. قالت لهم بغيتو عيد معايا. زادي أمي زادي 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 الأخ عندي تعدى علي أمي زادي تعدى علي أمي زادي وخصمني في أمي زادي خصمني في أمي زادي وأنا ما حاب ما كنخلي ما ندير علينا أمي زادي ما كنخليهم ما ندير علينا ما خليهم ما ندير علينا ما خليهم ما نعطيهم باش يهنيكم باش يهنينا باش ما يديرش لينا المشاكل باش ما يديرش لينا والو السيد اللي فيه هو اللي فيه واش كان معيشكم في الرعب هاد السيد هذا معيشكم في العذاب ومعيشكم في الاضطهاد النفسي بزاف بزاف
بزاف وكنبغي ندوي معانا كتنوض تقول لي اميتي السخط رجع ما كنسمع السخط كنرجع له ما كنبغيش ندير شي حاجه باش كينزيد على هاد امك هذا اش كان اشنو اشنو الفائده اللي كان كيفيدك انت وامك وخوك كتزيد عليكم ها بالمشاكل والو شي حاجه زاد والو والو المشاكل حاجه ودخل داس للدار وشعل لي في الدار ومن دون هنا ينودي يبيجر فيا تقول لي ما خطر داك رجع للور واش كانت كتخاف منه ولا كان عزيز عليها مسكينه ما كتبغيش تبين ليا حدا مسكينه شي 3 ايام قبل ما توفى قلت يا وليدي قلت يا وليدي بغيت نسولك قلت لها سولي يا امي باكي عندي مسكينه الفوق قلت لها سولي يا امي زي. قلت يا وليدي واش شوف هاد بلادي خوك ما كيخلعوكش قلت لها لا امي زي ما كيخلعوك قلت يا وليدي كيخلعوني شوف هاد ديالو ديك غير نشوف هادي ولا هادي 3 ايام قبل ما تموت انا ديك قالت لي ما ديتش هادشي كنت دابا نجي للبطاق شي بي البطاق البطاق خليها عندي ما خليهاش تسود ما خليهاش تسود وقال هادشي انا كنطالب بزاف بجلالتي محمد السادس جلالتي محمد السادس باش يعطوا باش يعطوا اقصى العقوبات اقصى العقوبات اقصى لي امي اقصى لي الكبده ديالي وكذا ديال خوتي خليني نتابع وخليني نقطعوا لي الراس حنايا خليني ندور قمار زعما قالت لك شافت الشوفات ديالو كانوا خالعينه وبقات كتبات معاه مسكينه وقالت لي مسكينه هذه كلمتها قالت لي ويدي الشوفات ديالو كيخلعوا لي شبا كيخلعوا قلت لها لا بنتي وانا قالت لي انها مسكينه ما ديتش فيها ما ديتش فيها مسكينه مسكينه ما ديتش فيها مسكينه كنت شافها ما خلاش تهود ما خلاش تهود عندهم ما خلاش تهود ما خليش يدير لك الحال ما خليش يغسل ما خليش داك الراس اللي راسم في العشه ما شافو حتى واحد ما شافو حتى واحد ديك العشه كان كيبرك فيها غير هو كيبرك فيها بواحد حتى واحد ما كيدخل لها كان داير لها في الاول داير لها قفل كان داير لها قفل في الاول شويه ما عاد تقدر تغسل لي ويدي لا سلك صافي هذيك شتيها تسيك عمركم ما شفتو راسم الراس ديال الام ديالك وكاتب امي وكاتب هذيك الجمله كلها عمركم ما رديتو عليها ما عمري ما تخايب ما كتخرج عندهم كيخايش واحد يدخل تما يعني هذا السيد عطاكم واحد عطاكم رسائل انه اشارات انه ممكن وقالها لجارتكم انه ممكن يقتل هذه السيده شنو كاتب في خدوه بوشة كاتب شي حاجه في خدوه بالزيزوار شنو كاتب يعني هذا السيد عطاكم واحد الاشارات وعطاكم رسائل بان هذا السيد ممكن يرتكب جريمه في حق اي واحد وانتم ما فطنتوش لهذا الشيء كنتو كتقولوا هذا السيد راه ما يمكنش يدير هذا الشيء بالرغم من انه خارج من واحد التهمه ديال الارهاب 10 سنين ديال الحبس وانت في الرحيل ياك استاذه ولده ام ولده اللي عايش معاه في الدار و10 سنين ديال الحبس كعدو 10 سنين وهي محاولة معاه مسكين مزيان وهي نبيعو شي في الشا وصوب عزهم في الشا ويبردو في الليل وفي الليل ومشو عدو شي قسم الله دابا لحد الان دابا لحد الان باقي كيتسالي 14000 ريال مزيان ديال هو كساعتين بشوي بشوي باقي 7000 فرانك باقي تسالي راهو يحاول دابا حيدو مسكين وكيتلاقى معايا مرة مرة ويقول لي بوش مرة مرة لوح لي 1000 ريال لاك شي قسم لا لوح لي مرة مرة لوح لي هو ما قدرش هادشي ما قدرت شي حاجة ما قدرها ما قدر ميتو ما قدرني ما قدر خوتو ما قدر شي واحد وانا ذبح ميتو ومشى لحراسة لا عم ما سأل لحد الان ما مصدقهاش والاخت ديالكم هي قدامنا اللي ضربت تماره ملي كانت عندها 12 عام وهي خدامه مسكينه فاطمه اختي دابا سعيا تمام مسكينه احنا صغار هي مهمتكم الثانيه هي جاي دابا سعيا تمام مسكينه فخلاص ما دارت مسكينه جاي علينا فخلاص ما دارت الله يجزيها بخير الله يجزيها بخير شنو العقاب شنو العقاب ابو الشا اللي نتوما كوليدات هاد السيده اللي تمنوه الخوك شقيقك ولد باك امك عاشو بابا كنعرفوش ما كنعرفوش انا كنت انا كنطالب جلالتي محمد السادس كنطالب بالملك يعطي اقصى العقوبات اقصى العقوبات